يعطيكم العافية. نتعلم درس تخفيف الزيوت العطرية. مثلا عندي هذا نوع من انواع العنبر الجميل، هذا عنبر جميل احمر. شلون اسوي اللي هو التخفيف؟ اخذ منه بالماصة هذه 1 ملي، لازم اشوف جيدا 1 ملي، ولازم الاخر قطرة. شوفوا شلون قاعد يتجمع، لازم المعيارية نحافظ عليها. الآخر قطرة ما يبي لها أي شيء. ليش أخفف؟ شنو الهدف من التخفيف؟ يعطيني التخفيف اللي هو طريقة الشم الصحيحة لأي زيت، ويفسر رائحة الزيت العطري المراد، يعني أني أخلطه مع العطر. وكذلك يفيدني بشنو؟ يزيد كمية الزيت. صح كل ما خففنا قلت الرائحة، بس ما تفسر الرائحة إلا لما أخفف الزيوت العطرية بأنواعها. شنو أستخدم معه؟ أستخدم معه دي بي جي، داي بروبلين جلايكول. ليش؟ لأنه ثقيل، نفس الكثافة. كل ما كانت الزيوت ثقيلة أستخدم معها الدي بي جي. طيب أخذ منه، شلون طريقة التخفيف؟ أخذ منه اللي هو 1 ملي كبداية. خلاص حطيت 1 ملي مثلا عنبر، أخذ 1 ملي من الدي بي جي. أحط 1 ملي من الدي بي جي، وأيضا أنتظر لغاية ما تنزل آخر قطرة. وبأي أداة مثل عود خشبي أبتدي أخلط هذا الخليط جيدا، وابتدي اشم اما بورقه تستر او نفس العود، مو مشكله، لا زالت الرائحه قويه. فاضيف مره ثانيه 1 ملي من اللي هو الدي بي جي، صار عندنا 2 ملي دي بي جي، 1 ملي من العنبر، واكمل خلط. اكمل خلط. طيب بالضبط، وشم الرائحة. نعم خفت معي، خفت معي، بس بخففها مرة ثالثة. طيب وحط 1 ملي من الدي بي جي، صار عندنا 3 ملي دي بي جي، 1 ملي من العنبر، واخلط جيدا. لازم اخلط جيدا بدون اي عجلة. اخلط جيدا واشم الرائحة. جميل، هني تفسرت لي اللي هي رائحة العنبر. فبدال ما أنا أصمم العطر وأحط من العنبر يكون ريحته طاغية جدا، لا، أبتدي بعملية التخفيف. طيب يا أستاذ، أنت هني اكتفيت بثلاثة ملي، لازم نكتفي؟ لا، كل واحد وحاسة الشم عنده تختلف من إنسان لإنسان. طيب ليمت التخفيف هل مفتوحة؟ هي مو مفتوحة، بس تقريبا التخفيف من 1 ملي من المادة المراد تخفيفها اللي هي الزيت العطري، إلى 9 ملي من المادة المخففة من الدي بي جي. أنا اكتفيت بثلاثة دي بي جي، أحد غيري يكتفي بأربعة، بخمسة وستة، وهكذا. أتمنى نكون خدمتكم في هذه الشغلة. شكرا.